السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا من جديد. اليوم عندنا تصحيح اختبار اللغة الإيطالية المستوى الأول، يعني A1. اللي دوز هذا الامتحان من قبل هنا راه كاين في القناة وجا اليوم في التصحيح ولقى راسو جاوب بطريقة صحيحة على أكثر من 70% ديال التمارين أو الأسئلة، يعني 70-80% بحال هكا، راه غادي في الطريق مزيانة بزاف وخصو يثق في راسو، لأنه واحد النهار غادي يهضر بحال طاليان يقدر هو يبدا يصحح ليهم، يعني غير يزيد يخدم على راسو. اما الناس اللي لقات عندها شويه المشاكل خصها ترجع للدروس وتقراها مزيان وتفهمها مزيان. اذا المرجو من الناس اللي اول مره كتشوف القناه انا تسجل فيها وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد، وكذلك تشارك الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء باش تعم الفائده. كومي تي كيامي، كومي هي كيفاش، تي كيامي تتسمى يعني شنو الاسم ديالك. مي كيامو مصطفى مثلا، اسم ديالي مصطفى. كوانتي اني اي، كوانتي اني اي، كوانتي شحال، اني سنين، اي عندك شحال من عام عندك. او 35 اني مثلا، عندي 35 سنة. دا دوفي فييني، دا دوفي فييني، دا هي مين، دوفي اين، يعني منين، فيني جيتي او تجي، يعني منين نتايا. فينغو دال ماروكو، فينغو دال ماروكو، جيت من المغرب. كواندو اي دوفي ساي ناتو او ناتا، المذكر ناتو والمؤنث ناتا. كواندو هي متى او فوقاش، اي وا دوفي اين او فين. sei nato zaditi يعني فين زاديتي. sono nato in Marocco il 10/1/1986. sono nato هي زاديت، in في Marocco المغرب، il يعني يوم 10/1/1986، 10/1 او 10 جنايو 1986. هذا التمرين كيتطلب منا اننا نصرفوا الافعال الموجوده بين قوسين في الحاضر. ساي سبوزاتو، سي سونو سبوزاتو، سبوزاتو هي متزوج. ساي هو تصريف اسري بالنسبه ليك نتايا، لان متزوج تكون اما انت او لا هو. عندنا حتى الاختيار الثاني يعني هو، ولكن من الافضل انني نطرح السؤال على شي حد قدامي، ماشي نهضر على شي واحد ما عارفاش، لان هنا ما عندنا لا سميه ديال شي حد اخر، يعني ماشي واش احمد او لا خالد او لا معاذ مزوج، ما عندنا حتى شي سميه. دونك من الافضل غنمشي لحاجه سهله وغادي نقول واش انت متزوج. كذلك كون كانت عندنا حتى سبوزاتا غادي ندير واحد السيده بحال هي راها قدامي وكنسولها. ساي سبوزاتو، سي سونو سبوزاتو، الجواب بالنسبه هذاك السيد اللي كيجاوب كيقول انا، انا متزوج، ايو سونو سبوزاتو. يبغى يفهم مزيان هاد الشيء ديال التصريف ديال كان وافيري يرجع للدرس ديالو. رقم 2 اي فيلي، سي او وماسكيو. حتى هنا عندي اختيارات اخرى، هنا انا اختاريت واش عندك اطفال، وهذيك السيد او هذيك السيده غادي تجاوبني نعم انا عندي ولد. كذلك يمكن لي نقول واش عندكم اطفال او لا واش عندهم اطفال، ولكن افضل حل هو هذا، واش عندك. وبالنسبه لهنايا حنا ما عندناش الفرق بين المذكر والمؤنث، يعني انت او انت التصريف كيكون بحال بحال في اللغه الايطاليه. اي فيلي، اي واش عندك، او عندي. الماسكي هو الذكر والانثى هي لا فيمينا. رقم 3 تو سوريلا بارلا ايطاليانو، هنا عندنا الفاعل باين هو اختك، واش اختك كتكلم بالطاليانيه، صرفنا بارلاري بالنسبه لها هي. رقم 4 نوي سيامو فرانشيزي، حتى هنا الفاعل واضح حنايا، نحن اذا حنا فرنسيين. هنا تصريف استري بالنسبه لينا حنايا، يعني فعل كان بالنسبه لينا حنا. رقم 5 voi perché fate la spesa tardi، voi نتوما، perché علاش، fate كديرو لا سبيزا تقديا طاردي معطل، يعني علاش كتقداو معطل او في وقت معطل.
إذن حتى هنا صرحنا فار بالنسبة لكم انتوما. رقم 6 tutte le mattine خديجة prende il pullman alle 7. Tutte هي كل أو جميع le mattine الصباحات خديجة prende تتاخد il pullman الطوبيس alle 7. هنا صرفنا prendere بالنسبة لخديجة وجاتنا prende يعني كل صباح خديجة كتاخد الطوبيس مع 7. رقم 7 questo bambino capisce tutto quello che sua mamma gli dice. Questo è هذا bambino الطفل capisce تفهم tutto كل شيء quello che هذاك الشيء لي sua mamma mamma لي هو dice تقول يعني هاد الوليد كيفهم كل شيء داكشي كتقول ليه ماما وهنا صرفنا الفعل capire اللي هو فهم او فهم بالنسبه للوليد وجاتنا capisce يعني هو تيفهم لوي capisce. هاد التمرين رقم 3 تطلب منا اننا نرتبوا الكلمات ونكونوا منها جمل ونكتبوها. اول جمله كتجينا هي مي كيامو مينا اي سونو ماروكينا. مي كيامو هي سميتي مينا اي سونو وانا ماروكينا مغربيه. هذيك سونو دائما الفعل او تصريف فعل كان في الحاضر واللي بغى يفهمه مزيان يرجع للدرس ديالو. هنا التمرين هذا باختصار لجاكم صعيب اكتبوا لي في التعاليق ونوريكم كيفاش كنصوبوا هاد الجمل يعني كنرتبوا الكلمات باش نكونوا منها جمل. رقم 2 ماركو برافو اسكولا. ماركو برافو يعني ماركو مزيان في المدرسه يا اسكولا يعني تيقرا مزيان او مجتهد. رقم 3 مي بياتشي مولتو لا بيتزا. مي بياتشي كتعجبني مولتو بزاف لا بيتزا كنعرفوها. رقم 4 sono arrivato in Italia 5 mesi fa. sono arrivato هي وصلت وهنا واحد السيد او واحد ولد هو اللي تيتكلم لان arrivato ماشي arrivata in l'Italia 5 5 mesi شهور ف بحال هذه 5 شهور يعني من قبل قبل 5 شهور يعني وصلت لإيطاليا هذه 5 شهور. رقم 5 sono stanchissimo quando torno dal lavoro. sono stanchissimo هي انا عيان بزاف او تنكون عيان بزاف quando منين torno تنرجع da هي من il lavoro هو العمل اذا تنكون عيان بزاف من ترجع من الخدمة. رقم 6 ليلى اي اندات اي ماروكو لستاتي سكورسا. ليلى اي اندات دائما هنا المؤنث. اذا رقم 5 ورقم 4 هنا في المذكر يعني واحد سيد او واحد ولد هو اللي تيتكلم sono stanchissimo انا عيان بزاف. اما رقم 6 عندنا اي اندات هي مشات ان ماروكو المغرب لستاتي والصيف سكورسا الماضي. هنا عندنا في اللغه الايطاليه الصيف هو في المؤنث لذلك استعملنا سكورسا ماشي سكورسو. رقم 7 فرا لا بوكا اي اوكي تشي النازو. فرا هي بين لا بوكا الفم اي وا لي اوكي العينين تشي كاين النازو النيف يعني بين الفم والعينين كاين النيف. التمرين رقم 4 تطلب منا اننا نعوضوا النقط الموجوده قبل من بعد الاسماء بعد التعريف المناسبه. اول جمله لا كازا اي نوفا مينتري لابارتامينتو اي فيكيو. كازا هو اسم مفرد مؤنث لذلك تستعمل قبل منه اداه تعريف لا. ابارتامينتو هو اسم مفرد مذكر كيتبدا بحرف ا اذا كنستعمل قبل منه ال ابوستروفو يعني ال جات فوقها بحال الفاصيله. لا كازا اي نوفا دار جديدة mentre بينما أو في حين l'appartamento والشقة è vecchio قديمة. رقم 2 le mie vicine di casa sono bravissime. mie vicine di casa أو vicine هو اسم في جمع المؤنث لذلك كنستعملو قبل منه أداة تعريف le. le mie vicine di casa هما جارات ديالي sono bravissime ضريفات بزاف. رقم 3 lo sportello è chiuso. sportello هو اسم مفرد مذكر كيتبدا ب اس بي مباشره كنستعملو ليه اداه تعريف لو يبغى يفهم هادشي مزيان يرجع للدرس ديالو. اذا lo sportello è chiuso. lo sportello هو نافذه او مكتب الاستقبال è chiuso مسدود. رقم 4 gli amici di Andrea sono tedeschi.
هنا لاميتشي كنرجع ليها للمفرد ديالها، او اميتشي المفرد ديالها هو اميكو. اداه التعريف بالنسبه لاميكو هي لو، هي ال ابوستروف، لان او تلاقات مع ا غادي نزولو او غتبقى لنا غير ال ابوستروف. الجمع ديال هذيك لو كيصبح لينا هو لي. اذا لي اميتشي دي اندريا سونو تيديسكي، لي اميتشي هما الاصدقاء ديال اندريا المان، تيديسكي هي المان او المانيه. في التمرين رقم 5 كيتطلب منا اننا نعوضوا النقط اللي كاينه قبل من بعض الاسماء بالاداه المناسبه من هذيك الادوات اللي كنستعملوا قبل من اسم نكره في الجمع. سميتهم بارتيتيبي، اللي بغى يفهم مزيان الدرس يرجع ليه. تقريبا بحال الشكل ديال التنوين في اللغه العربيه الفصحى كي هنا في الجمع. اول جمله ديفو كومبراري دي ريغالي بير مي كوجيني. ريغالي هو اسم المفرد المذكر، لذلك كنستعملو قبل منه داي. ديفو خصني، كومبراري نشري، داي ريغالي هدايا او بعض الهدايا، بير لي مي كوجيني يقدر يكون ولاد عمي ولاد خالتي ولاد عمتي او ولاد خالي. رقم 2 سميرة بوالي فاري دلي تورتي ما نونا لا فروتا. تورتي هو اسم جمع المؤنث، لذلك استعملنا قبل منه دلي. اذا سميرة باغية بوالي فاري، باغية تحضر او توجد دلي تورتي دي تارت، ولكن هي ما نونا ما عندهاش لا فروتا، هي الخوي او لا فروتا. رقم 3 ho trovato al centro commerciale degli scolapasta molto carini. الاسم اللي عندي هنايا نكره هو scolapasta، ولكن scolapasta هنا في الجمع، واخا ما كاينش الفرق بينه وبين المفرد، يعني كنكتبوه بنفس الطريقه وكننطقوه بنفس الطريقه. scolapasta هي الصفايه ديال الباستا او الصفايات ديال لا باستا ولا بات. كنفهموا بكاريني، كاريني هو النعت وجا في الجمع. اذا استعملنا قبل منه ديلي لانه في جمع المذكر، ولكنه كيتبدا باسيتشي. وتروفاتو اذا هي لقيت، التشينترو كوميرشالي في المركز التجاري او سونتر كوميرسيال، ديلي سكولا باستا صفايات ديال لي بات، مولتو هي بزاف، كاريني زوينين، يعني لقيت هذوك واحد الصفايات ديال باستا زوينين بزاف. التمرين السادس leggi la giornata di Nadia e Pietro, poi scegli le risposte giuste. Leggi اقرأ او اقرأي. La giornata نهار يعني الأنشطة اليومية ديال Nadia e Pietro, poi ثم scegli اختار او اختاري le risposte الأجوبة giuste صحيحة. النص هو هذا. Nadia e Pietro sono una coppia italiana con due bambini. Tutte le mattine Nadia e Pietro si svegliano alle 6:30. Nadia si lava la faccia in bagno, poi va a preparare la colazione. In questo momento Pietro fa la doccia, poi sveglia i bambini che vanno subito in bagno a lavarsi. Dopo colazione Pietro aiuta i bambini a vestirsi, mentre Nadia fa la doccia e si veste. Alle 7:45 il papà accompagna i bambini a scuola. Quando Nadia esce dal lavoro, va direttamente a prendere i bambini a scuola. Una volta a casa, Nadia inizia subito a fare le pulizie. Pietro torna più tardi e si mette ad aiutare i bambini a finire i loro compiti. Alle 21, subito dopo cena, i bambini vanno a letto per dormire, mentre i genitori si mettono a guardare un film. Nadia e Pietro sono una coppia italiana con due bambini. Nadia e Pietro sono una coppia italiana, che c'è? Nadia e Pietro huma wahed l-kubl italiani o wahed z-zawjan italianin. Con due bambini e non jajulidet. Tutte le mattine Nadia e Pietro si svegliano alle 6:30. Tutte hiya kull. Le mattine sbahat Nadia e Pietro si svegliano, tayfiqo. Alle hiya ma'a. 6:30 sounds. Yani kull sbah Nadia e Pietro tayfiqo ma'a sounds. Nadia si lava la faccia in bagno, poi va a preparare la colazione. Nadia si lava, Nadia katghsel la faccia, wajhha. La faccia hiya wajh. In bagno fil hammam, poi u min bad,
va a preparare كتمشي توجد لا كولاسيون هي الفطور يعني ناديه كتغسل وجهها في الحمام ومن بعد كتمشي توجد الفطور in questo momento Pietro fa la doccia poi sveglia i bambini che vanno subito in bagno a lavarsi in questo فهذا momento الوقت يعني فهذاك الوقت اللي هي تمشي توجد الفطور Pietro fa la doccia Pietro كيدوش poi ومن بعد sveglia كيفيق i bambini l'ulidet che è lì يعني che vanno lì che imshiu subito mubashara يعني على الفور in bagno il hammam a lavarsi باش يغسلو يعني في هذاك الوقت بيترو كيدوش وكيفيق الوليدات اللي حتى هما كيمشيو مباشره للحمام باش يغسلو Dopo colazione, Pietro aiuta i bambini a vestirsi mentre Nadia fa la doccia e si veste. Dopo, colazione o al ftor, Pietro aiuta i bambini atfal a vestirsi mentre fluakli Nadia fa la doccia, Nadia che dush, e si veste o che tilbis hwejha. إذا من بعد الفطور بيترو كيساعد الوليدات ديالو باش يلبسو في الوقيته اللي تتكون نادية كدوش وكتلبس alle 7:45 بابا accompagna i bambini a scuola alle 7:45 ما تمني all'arb il papà accompagna che يرافق او كيمشي مع i bambini الوليدات a scuola المدرسة يعني مع 8 all'arb Pietro او الاب كي يدي وليداتو للمدرسة. Quando Nadia esce dal lavoro va direttamente a prendere i bambini a scuola. Quando يمنين Nadia esce كتخرج dal lavoro من الخدمة va كتمشي direttamente مباشرة a prendere باش تاخد اي بامبيني الوليدات ا سكولا من المدرسة يعني منين نادية كتخرج من الخدمة ديالها كتمشي مباشرة للمدرسة باش تاخد وليداتها Una volta a casa Nadia inizia subito a fare le pulizie Una volta a casa كتعني منين تتكون في الدار يعني منين كتوصل الدار Nadia inizia subito كتبدا على الفور يعني في البلاصة كتبدأ أفاري كدير لي بوليتسيي والتنظيف يعني شغال ديال الدار نيتوايا شغال الدار يعني مين كتوصل للدار ديالها كتبدأ ديك الساعات دير الشغال بيترو تورنا بيو تاردي e si mette ad aiutare i bambini a finire i loro compiti بيترو تورنا Pietro terge più tardi min bed ad terge e si mette بحال تيبدأ ad aiutare i bambini يعني كيبدأ يعاون الدراري ديالو a finire باش يكملوا i loro compiti هي الواجبات المدرسية يعني Pietro مي ترجع من بعد حتى هو الدار كيبدأ يعاون وليداتو باش يكملوا الواجبات المدرسية ديالهم او لي دوفوار ديالهم Alle 21, subito dopo cena, i bambini vanno a letto per dormire, mentre i genitori si mettono a guardare un film. Alle 21, mezzo di allin. Subito dopo, mubasharatan, men bed, cena lesha, i bambini l'ulidet vanno a letto, kimshiu l'frash di alhum, per dormire, beshineso. Mentre فلوقت لي i genitori هما الوالدين si mettono a guardare un film تي يجلسو يتفرجو فواحد الفيلم زعما فشي فيلم اذا في التسعود ديال الليل نيشان مورا العشاء الوليدات كيمشيو الفراش ديالهم باش ينعسو فلوقت لي والديهم كيجلسو يتفرجو فشي فيلم رقم واحد A che ora si svegliano Nadia e Pietro? Ma esh me sa'a katfiq Nadia o Pietro? Rakm 2. Cosa fa Nadia quando appena si sveglia?
شنو كدير نادية من يلاه كتفيق؟ أبين أبين من يلاه كتفيق؟ الجواب هو سي لافا لا فاتشا، كتغسل وجهها. رقم ثلاثة، كي ايوتاي بامبيني افيستيرسي، شكون اللي كيساعد الدراري باش كيلبسو؟ الجواب هو بيترو. رقم أربعة، دوفي بيترو بورتاي بامبيني، فين بيترو تيدي الوليدات؟ الجواب هو ا سكولا، المدرسة. رقم خمسة، كوزا فانادية كواندو اريفا كازا، شنو كدير نادية ملي كتوصل للدار؟ الجواب هو فا لي بوليتسيي، كدير النظافة د البيت أو شغل الدار. رقم ستة، أكي وراي بامبيني فانو عليتو، أش من ساعة كيمشيو فيها الدراري للفراش ديالهم؟ الجواب هو ألي بنتونو، ما تسعود الليل. رقم سبعة، كوزا فا لا كوبيا دوبو تشينا، شنو كيديرو الزوجان من بعد العشاء؟ الجواب هو غواردا اون فيلم، يعني هما بجوج كيشوفوا فيلم او شي فيلم. التمرين رقم سبعة، كيخصنا هذاك النعت اللي موجود بين قوسين نكتبه بطريقه صحيحه، يعني خصو يكون كيتوافق مع الاسم اللي هو تيوصفه. هنايا بين قوسين راه موجود عندنا فقط في المفرد المذكر، يعني كلهم هنايا. الجمله الاولى، مانويلا اي ونا بيلا دونا، بيلو رجعت لينا بيلا لاننا هنا كنتكلموا على دونا، دونا هي في المفرد المؤنث، هي المراه، يعني مانويلا هي واحد المراه زوينه، ما يمكنش نقولوا مراه زوين. رقم اثنان، لينا اي بيدي سبوركي، سبوركو هو النات، ورجع لينا سبوركي لاننا هنا عندنا اي بيدي، اي بيدي هما الرجلين، يعني لينا عندها الرجلين مسخين، ما يمكنش نقولوا مسخ. هنا الحالة استثنائية أو شيء استثنائي أننا زدنا واحد الأكا باش ما نطقوها سبورتشي ويتغير النطق ديال هذيك سبوركو تولي بحالة كانت عندنا في الأصل سبورتشو. إذن سبوركي زدنا أكا. رقم ثلاثة، لي نوستري أميكي سونو بيتيغولي، بيتيغولو هو النعت وكتعني النمام، هذاك السيد اللي كيكون كي فيه النميمة والغيبة. رجعت لنا بيتيغولي لان عندنا لي نوستري اميكي الصديقات ديالنا، لانهم او الاسم هو في جمع المؤنث، اميكي راه جمع المؤنث، لذلك بيتيغولو كيصبح بيتيغولي، يعني صديقات ديالنا نمامات فيهم القيلو القالو الغيبه. رقم أربعة، كويستي سينيوري سونو فيرامينتي جينتيلي، اذا النعت هنا هو جينتيلي بالاي، صبحتنا جينتيلي بالإي. هنا عندنا كويستي سينيوري هو جمع المذكر، سينيوري جمع المذكر، إذا جينتيلي صبحت بالإي، ولكن حتى لو كان عندنا جمع المؤنث غادي تصبح بالإي، والدرس راه كاين ديال المؤنث والمذكر. إذا هاد السادة أو بحال هاد الرجال كيكونوا رجال كبار في السن، يعني راهم بصح ظريفين او لطفاء، كتعني راهم بصح او راهم لطفاء بزاف، يعني معنى واحد او للاخر. رقم خمسة، الا سيرا لي كازالينغي سونو مولتو ستانكي، النعت هو ستانكو وصبحت لينا ستانكي لان هنا عندنا لي كازالينغي ربات البيوت هو اسم جمع المؤنث، كذلك هنا زدنا له اكا باش نطقوه ستانكي ماشي ستانتشي، لان في الاصل كان ستانكو ماشي ستانشو. اذا الا سيرا في المساء او في العشيه لي كازالينغ ربات البيوت كيكونوا عيانين بزاف كيعياو. رقم ستة، التست دي ايطاليانو فاتشيلي، فاتشيلي هو النعت، وهنايا عندنا التست هو الاختبار، دي ايطاليانو ديال اللغه الايطالية سهل ما كيتغيرش لان كذلك التست هو في المفرد المذكر.